نورة بنت حلوة كحبة السكر الحلوة. نورة تحب الماء، تستمتع بصوت خرير الماء، وتحب حبات الرمل الصفراء. تفتح نورة الصنبور وتسمع قطرات الماء تك تك تك. تفتح الصنبور وتملأ الإناء بقطرات من الماء قطرة قطرة. جاءت أمها وقالت: نورة أغلق الماء، فقد لعبت كثيرا والماء غال، يجب أن نحافظ عليه، منه نشرب، منه نأكل، وبه نحيا. نورة تحب الماء وتستمتع بصوته وبقطراته. تحسب نورة أن الماء كثير لا ينتهي، فهي ترى أن البحر كثير ومداه كبير، لذا فهي لا تكف عن اللعب بالماء. ذات مساء نامت نورة وجاءتها الأحلام، وفجأة تنتهي قطرات الماء. تفتح الصنبور بقوة تبحث عن قطراته، ولكن تنتهي القطرات وتركض وتركض وتركض. عطشت نورة فقد ركضت كثيرا بحثا عن الماء. استيقظت نورة من النوم وعرفت أنها كانت تحلم، وسمعت خرير الماء في الحمام. قامت وركضت وأسرعت وأقفلت الصنبور، ووجدت كأس ماء على الطاولة بالقرب من سريرها. قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، وشربت منه، ثم قالت: الحمد لله. عرفت نورة أن الماء سر الحياة، ومن قطراته نسقي الزرع ونسقي الحيوان، ونشرب ونحمد الله. قيم نزرعها نعليها.